أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة الحياة بتجيلنا تليفونات كتير وشكاوي من أمهات إن مش قادرين يفهموا ولادهم في المراحل العمريه المختلفه وفعلا لقيت احنا كتير مننا او كتير مش بنكون فاهمين ولادنا طفل صغير بيعيط بنبقى مش فاهمين هو بيعيط ليه وعايز ايه ولادنا في سن المراهقه بنلاقيهم بيتصرفوا تصرفات غريبة وبحالات ساعة تروح وساعة تيجي وبنبقى مش فاهمين هما ليه موديين كده وليه بحالات مختلفة أوقات مبسوطين وأوقات مش مبسوطين بيسألوا أسئلة غريبة بنبقى مش عارفين ده بيفكر إزاي وبنبقى مش فاهمينهم مش كده وبس كمان لكن كمان مش بنكون فاهمين والدينا في مرحلة الشيخوخة وبنبقى مش عارفين هما ليه بيكلمونا كتير ليه بيتابعونا ليه بيطلبوا مننا طلبات كتير مش كده وبس كمان لكن احنا كمان مش بنكون فاهمين نفسنا في مراحل عمرنا المختلفه وفي اوقات بنبقى مش عارفين احنا ليه بنتصرف التصرفات دي وفي حاجات جوانا بنبقى مش قادرين ملهاش تفسير. الحقيقه العنوان الحلقه النهارده وموضوعنا النهارده هو مراحل النمو النفسي والاجتماعي في حياه الانسان علشان نكون بنعرف نفهم ولادنا وبنعرف نفهم والدينا في مرحله الشيخوخه وبنعرف كمان نكون فاهمين احنا المراحل في الحياه المختلفه في حياتنا اللي بنعدي فيها نكون فاهمين احنا ليه بنحس بكذا ليه بنفكر بالطريقه دي ليه ايه ايه ليه متضايقين في في حاجات كتير قوي يمكن بتثير جوانا اسئله بس مش بيكون عندنا الرد النهارده هنشرح ايه المراحل المختلفة للنمو النفسي والاجتماعي في حياة الإنسان وأكيد كل واحد فينا هيلاقي نفسه هيلاقي كمان عمر ابنه هيلاقي كمان احتياج والديه. ضيف حلقتنا اللي مبسوطة جدا يكون معانا وهيرد على الأسئلة اللي جوانا وهيفهمنا نفسنا وهيفهمنا عيالنا ووالدينا الأخ هاني مرقص هو أخصائي صحة نفسية ومشورة أسرية وزوجية. أهلا بيك وانا عارفه ان انت مستعجل عايزين نبتدي الحلقه عشان الموضوع كبير اهلا يا عم <applause> الحمد لله اهلا بيك طيب في البدايه يعني قول لنا مقدمه على الموضوع ومين صاحب الافكار وايه الهدف ان احنا نكون عارفين الحاجات دي اوكي صاحب الافكار هو اريك ايريكسون واسمحوا لي اقرا من الورقه كالعاده لانه في ابحاث كتير بحاول الخصها فما موضوع حفظ يعني أوكي. بالنسبه لي ف اريك اريكسون هو الماني الاصل يهودي الاصل م. وعلى فكره كتار من اللي اشتغلوا في الصحه النفسيه والعلاجيه والحاجات دي كلها يهود واثروا تاثير جامد قوي والى اليوم هم بيلعبوا دور كبير فالراجل ده كان يهودي وبالرغم من انه ما اتعلمش ولا حاجه ما دخلش جامعه ودرس اي حاجه لانه في الحقيقه هو كان عنده ازمه هويه عاليه قوي كيهودي عايش في المانيا ولانه كان اشقر وشكله غريب اليهود رفضوه لانه ما كانش شكله يهودي شرقي والالمان رفضوه لانه يهودي فكان عنده ازمه هويه كبيره قوي وده اللي لفت نظره لانه يبتدي يركز في الدراسه على الامور النفسيه وايه اللي يخلي الانسان بيمر بازمه هويه هو كان فنان ومبدع وترك التعليم النظامي علشان يدرس الفن والحاجات دي فاتحرك كتير قوي في اوروبا ودرس في حتت مختلفه لكن كل الحاجات اللي درسها لا علاقه لها بالبحث الاهم والنظريه المهمه جدا اللي انتهى بيها اللي هنتكلم فيها النهارده ومعتمده الى هذه اللحظه بتتبني عليها نظريات كتير حاليه هو الكلام ده مش قديم يعني احنا بنتكلم هو اتولد تقريبا يمكن 1910 حاجه زي كده خليني اراجع معلوماتي 1902 ومات 1990 اتقابل مع شخصيه مهمه جدا رائد علم النفس سيجموند فرويد كان هو ما تقابلش معاه لكن اتقابل مع بنته ان اللي خدت ابحاث ابوها و ومشيت بيها واسست حاجه مدرسه مهمه قوي في علم النفس اسمها سايكو الى الان احنا بنستعملها وبنستعملها جامد ونظريه عميقه في الجذور بتاعتها فهو خد النظريه دي واستوعبها ما مشيش على افكار فرويد فرويد لان فرويد كان له افكار كتير ما اتفقش اللي جم بعديه حتى اللي مشيوا على مدرسته غيروا كتير قوي من الحاجات بتاعته وهو من ضمنهم لكن ورث حاجات كتير من تاثير العيله والتنشئه على حياه الانسان في المستقبل فدي تقدري تقولي ان ده جزء مهم من النظريه بتاعه إريكسون إيريك. و... والحاجه الثانيه كمان انه ركز على الانا او الذات انا قلتلك لك إن هو كان عنده مشكله في الشعور بهويته <applause> واضطراب هويته بسبب ان هو مش عارف هو مين ومرفوض وحاجات زي كده فركز على مفهوم الانا الانا هو للي بيقول يعني ايه الانا يعني انا ده اللي هو انا يعني لا الانا اللي هو الشعور بالنفس اللي بيعطي تماسك وجداني عاطفي شعوري للانسان ده يعني من غيره الانسان ضايع الانسان الضايع هو الانسان اللي ما عندوش شعور بالانا بتاعته الكلام ده طبعا يطول البحث فيه في مواضيع تانية لكن بصفه عامه دي كانت نقطة, أكيد في نقطه مهمه في الموضوع ده وهنتعرض لحاجات يا. بسيطه منها هو بيعتبر انه الانا لازم تبقى موجوده وبتنشئها الاسره او بتساعد الاسره م. الشخص على انشاء الانا والاحساس بيها وترقيتها وبعدين المجتمع بيكمل بعد كده وينمي الانا دي اوكي مراته حاولت بعد ما هو مات انها تقدم جزء قالت ان هو كتبه قبل ما يموت بفتره بسيطه لكن لم يعتمد فاذا انا هقدمها زي ما هي معتمده في الوقت الحالي النظريه بتاعته مره تانية الراجل ده ما درسش اي حاجه لكن درس بعد هو هاجر امريكا بالمناسبه ما درسش اي حاجه ما اخدش شهاده ما اخدش اي ولا شهاده ولا جامعه ولا درس آرت. درس م. فن أوه. وانا الحقيقه ما بحثتش اشوف على النت لو كان له لوحات او حاجه لانه حد بالعمق ده ودرس فن يبقى لازم يكون ساب اثار عظيمه لنفسه فهو بس اللي درسه في الفن مش في في المو... في اهم نظريه طلع بيها في حياته وبعدين هو هاجر امريكا وبعد ما هاجر امريكا وكان اتقبل تماما من في المجتمع الثقافي اكشولي اتحلت كتير من الازمات بتاعته في موضوع هويته و... ودرس في اعرق الجامعات بدون ما يكون عنده شهاده في الموضوع وزي ما بقول حضرتك هو لكن اكيد ارى لناس و بالتأكيد يعني بس آه احنا بنتكلم آه. انه حصلش إن على, على شهاده, على شهادة وما دخلش دراسه في الاتجاه ده لكنه افرز مذاريها. نتائج عظيمه جدا جدا ماشيين عليها لغايه النهارده طيب أه تقصد بإيه مراحل النمو النفسي والاجتماعي وهم كم مرحلة في حياة الإنسان؟ أوكي بحسب نظرية خدي بالك احنا بنتكلم هو طبعاً في نظريات تانية لكن دي واحدة من أهمهم وزي ما قلت لك معتمدة تماماً إلى الآن عمل سبع مراحل الإنسان المراحل دي بالمناسبة بيستعمل فيها كلمة أزمة اعتباراً لأنه الإنسان بيمر بكل بأزمة عشان يتقدم من مرحله لمرحله زي مثلا ازمه الولاده ازمه ليه لانها صعبه مش مش سهله وممكن نتائجها تكون كويسه وتكون نتيجه مش كويسه فكلمه ازمه يعني بيتحط في مقصله او في ضغط ان نجح في المرحله بيخطي وراها لو ما نجحش فيها للاسف بيتكلبش عاطفيا ونفسيا عندها فممكن نلاقي حد أبضاي كده وكبير وضخم ولكن لما تسمعي بيعبر عن مشاعره يتالك أنك واقفة قدام طفل عنده ثلاث سنين في الأغلب أنه الشخص ده أو الشخصية دي بيكون اتكلبش عند نقطة معينة ما نجحش فيها ما عداش فيها فعرقلت عرقلت نموه النفسي فيما, فيما بعد فهو عامل سبع مراحل أحب كمان أقول أنه أنا عامل الضماير كلها لأن أنا بتكلم على واحد راجل. بس طبعًا هتشمل لكن أرجو من المستمعين أنهم <applause> ياخدوا بالهم أن دي لا علاقة لها بالجنس ذكر أو أنثى أنا بس صعب أوي أقول هو أو هي على كل حاجة بتكلم فيها فأنا عمال هتكلم في المراحل دي على طفل مش بتكلم على طفلة بس عشان أني أقدر أوصل بالفكرة لكن أرجو أنه يكون معروف أنه ده للاتنين. أوكي. في حاجة تانية مهمة أوي أحب أقولها قبل ما نبتدي المراحل دي عشان فيها لغط كتير واللي عندهم أولاد صغيرين بيبقى عندهم قلق جامد أوي فأنا عايز أتكلم على محطات مهمة باختصار شديد في أشهر الطفل الأولى. فالطفل وكل الأوقات اللي هقولها لما أقول بياخد عند الشهر الفلاني الكلام ده يعني بالزيادة أو بالنقصان مش لازم يكون هو كده بالظبط بالعكس ده هو معروف أن كل طفل المحطات دي عنده بتبقى مختلفة من الطفل للتاني لكن في زي نوع من المتوسط اللي ممكن نستعمله في الكلام فأولا الطفل بيقول ما يشبه بابا أو ماما ما بتقولش ما بتكونش بابا أو ماما بتبقى تشبه مم. كلمة شبها. كلمات بابا أو ماما تقريبا عند ست شهور طبعا أجين في ناس قبل ست شهور في, في ناس بعد ست شهور بيقدر ينتصب لوحده في الكرسي او في السرير او كده ما بين اربع لثمان شهور يقدر ينصب نفسه بيقدر يمص اي مشروب من كوبايه لبن حليب حاجات زي كده بين سته وتسع شهور بيبتدي يزحف ويشغل بقى عضلاته والزحف دي حاجه مهمه قوي بالرغم أنه في بعض الاطفال ما بتعديش على الزحف بيمشي على طول على طول لكن الزحف ده مهم جدا لانه بيعمل آه تناسق بين عضلاته في رقبته ورجليه ورجليه وجسم كل حاجه فبيزحف عند حوالي سبع شهور لو لو الطفل بتاعك ما زحفش عند سبع شهور ما تتخضش عادي آه بيشد نفسه عشان يحاول يقف بين 9 و12 وبعدين بيعدي في مرحله بيسموها بالعربي الطواف هي مش معروفه قوي اللي هي يمسك يشد نفسه ويمسك في ترابيزه يمسك في ايدك عشان يحاول يمشي بنسميها الطواف تقريبا بين 9 ل 11 شهر بيمشي ما بين 9 و 18 شهر شوفي الرينج عالي ازاي وبرده البنات احيانا تمشي اسرع من الاولاد لكن في ولاد بيمشوا اسرع يعني ما فيش قاعده لاي حاجه من الحاجات دي لكن بين 9 و18 شهر بيمشي. بيمشي بيبتدي يكون جمل من كلمتين لاربع كلمات بين 18 و24 شهر يعني ما بين سنه ونص وسنتين بيبتدي يعمل جمل بسيطه جدا تركيبها غير معقد ممكن تكون كلمتين اتنين ممكن تكون اربع كلمات بالكتير فدي يعني خدوا بالكم من اللي بيسمعونا دي محطات مختلفه في اشهر الحياه الاولى بتاعه الطفل طالما ان في حد بيتابع الطفل ده بتروحوا لدكتور ما بيشوفه بيشوف تطعيماته بيشوف النمو بتاعه مفيش حاجه تقلق لو الدنيا اتاخرت زي ما انتم شايفين كل حاجه فيها رينج واسع قوي أوكي. طيب المرحله الاولى من زيرو لواحد سنه او من الولاده لواحد سنه ايه سماتها واحتياجاتها؟ من الولاده ولا من قبل الولاده كمان؟ لا من الولاده من, من بعد ما بيطلع يعني مش البيبي في البطن امه طبعا في البي... يعني في المرحله دي بيسمع الاصوات اول آه. حاجه بي... بيبتدي يشم ريحه امه وريحه لبن بتاعها قبل ما يطلع لكن مش ده اللي هنتكلم عليه هنتكلم على من بعد ما يطلع من اول من الولاده آه من الولاده الى ال... آه المرحله دي اهم مرحله يا امل اهم مرحله صحيح هي سنه واحده م. مهم قوي 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 حنشوف ليه آه زي ما قدام حضراتكم على الشاشه آه من الشمال لليمين هتلاقوا انه آه اهداف المرحله دي وضع اساسات الامان حشرح يعني ايه وضع اساسات الامان والتطلع للحياه آه بعكس الارتياب والشك والشعور بالاضطهاد يعني الشيء اهداف المرحله دي اللي لازم تنجز في حياه الطفل هي انه نضع اساس للامان ضد او عكس ولو ما حطناش اساس الامان هيحصل العكس وهو ان الطفل يبقى عنده ارتياب وشك وشعور بالاضطهاد فدي انا بقول لحضرتك دي اخطر مرحله موجوده ايه الازمة النفسية في المرحلة دي اللي لازم يعديها مرة بنسميها ازمة لانها فيها ضغط م. الازمة النفسية هي الثقة فاما يبني الثقة او يبني عدم الثقة الثقة على الوالدين او الثقة على الثقة طبعا بيبتديها مع الام لكن الثقة دي بتنسحب على الحياة بعد كده فهي هو بيتعلم الثقة عشان بعد كده يمارسها في كل حاجة فاما يتعلم الثقه او يتعلم عدم, عدم الثقه العلاقه المميزه بتاعته زي ما انتم شايفين برضو على الشاشه هي مع الام صحيح الاب ممكن يبقى موجود وبيغير وبياكل وبيساعد لكن الحقيقه اهم شخص في المرحله الاولانيه دي هي الام السؤال الوجودي اللي بيسال نفسه فيه الطفل ده طبعا هو مش واعي للحاجات دي لكن احنا ككبار بنوصف ايه السؤال الوجودي الاهم في حياته هل يمكن ان يثق في العالم ولا لا يعني هل هل العالم ده يتوثق فيه ولا لا فشوفي انه دي اهم حاجه هو بيتعلمها في الوقت ده طيب لما نيجي نفسر المرحله دي بقى الكلام ده يعني ايه لما الام بتقدم رعايه مستقره مستقره يعني ما فيهاش دربكه ما هيش فوضويه الرعايه منتظمه الرعايه بتقدمها الام مش على حسب مزاجها فهي الليله اللي فاتت نامت ما, ما نامتش كفايه او ما نامتش خالص تبقى صحية مع وقرفانه والطفل يختبر العكنانه بتاعتها فما تعتمدش على مزاج الام بتناسب احتياجه يعني بتحس بيه هو طبعا العيل مش بيتكلم فالام بتشوف هو بيعيط ليه جعان ولا مبلول ولا محتاج يتغير ولا عايز ينام يعني فشويه شويه بتتعلم الام لما بيجي لها الطفل في السن ده ولا عارفه حاجه في حاجه ده اول عيل خصوصا اول بيبي بالظبط فبتتعلم لكن بتحس بيه وبتفهمه وبالوقت بتبقى عارفه ايه الشكوى أه لما يكون جعان هترضعه هو عارف كده انه لما يجوع هي بترضعه أه وبيشبع دايما موجوده بتحميه من الغريب ومن اي اذى من اي نوع ما بتخليهوش لا يقع ولا راسه ترجع لورا زي يعني بتحامي عنه ما بتسيبوش يتوجع او يتالم ما بتهملوش ما بتهجروش ما بتسيبوش يقعد يعيط بالساعات بيبتدي الطفل يبني شعور بالاعتماد والثقة على تكرار وثبات المعاملة ويبتدي يشعر بالأمان خلاص اهو الامان بقى موجود طالما الست دي موجوده جنبي او الشخص ده موجود جنبي بالمناسبه في ال... في الوقت ده بيبقى متصور ان امه جزء منه ما بيبقاش فاكرة حد تاني صح آه، فبيبدا يتصور ان العالم ده والمجتمع حبوب ويحب يحبني ما هو ماما هي المجتمع ويعرف ايه في ايه آه آه المتمثل في شخص امي المجتمع ده ماما هي اللي ب... بالنسبه لي انا الدنيا دي مش مجتمع يعني الدنيا هي ماما فيبقى الدنيا دي حلوه فاتطلع للحياه لانه انا حبوب بدليل انه الشخص المهم قوي ده دايما في وشي ودايما بيرعاني ودايما بياخد باله مني بيهتم بيا بيعزيني كل ما اضطرب بيطمني بيعطف علي يعني مش هع... مش هم لما اقول هم تمسكني وتحضني وتبوس فيا وتطمني فيروح ال... ال... القلق عني عارف اتوقع سلوك ماما ما هياش من النوع اللي مره بتزعق زهقت منك بقى كفايه خليه يعرف اعيش وبعدين مره تاني تمسكه تحضنه لا هو عارف ماذا يتوقع لان سلوك ماما منتظم وخلاص عارف هو يتوقع ايه. على فكره الطفل دايما مضطرب. يعني اللي فينا متصور ان الطفل يعني السلام كله مالي قلبه لا بالعكس الطفل دايما مضطرب لانه ما عندوش السيستم جواه ما عندوش الجهاز اللي يظبط بيه نفسه ما يعرفش يهدي نفسه لو مضطرب على اكله مضطرب لو جعان قوي مضطرب انه اللي قدامه ده ما ياكلوش يعني على طول الطفل مضطرب وعلى طول وطبعا هو مضطرب كمان لانه محتاج يعتمد على اللي قدامه يعني لو هو بيتكلم ولا يقدر يساعد نفسه ولا هو فاهم يعمل ايه يعني هو لا حول له ولا قوه احنا اللي لازم نرعاه ف فطبعا جواه اضطراب لانه ما عندوش اي طريقه لا يتحكم بيها في نفسه ولا يساعد نفسه ولا ياكل نفسه ولا حتى يعرف ياكل نفسه لو عايز ياكل نفسه آه على طول محتاج للتهدئه عشان كده الاحضان وتمسكه الام ودي بتهديه لما تلفه بحاجه تشدها عليه كده زي فوطه او لبس او حاجه بيحس بالامان ليه؟ لأنه زي متكتف كده أي حد واخد باله منه، هو كده شاعر بالأمان. الحضن بتاع أمه، الرضاعة والوضع بتاع الرضاعة لما تمسكه تحضنه وتحطه على على وتهرش في شعره أو لو كان طلع له شعر تعمل في راسه يعني حب ودفء وفي نفس الوقت بيرضع وبياكل ومبسوط يعني دي أجمل سنين الحياة. لهذا الطفل اللي هو مش عايل هم حاجه في الدنيا وامه شايلاه بالكامل وهو مش محتاج يخاف على حاجه، لما امه بتهديه بيحس ان الدنيا بخير ولما امه بتهديه مره بعد المره بعد المره بيتعلم ازاي انه ممكن يهدى في المستقبل يعني لانه لانه اختبر انه يكون مضطرب ويهدى مضطرب ويهدى بيعرف في المستقبل ان دي حاله ما تقلقش انا ممكن اهدي يبتدي يتعلم ازاي يهدي نفسه او او يتكل على علاقات على كبر في انها تهديه او او يعني يتكلم يتواصل مع حد والحد ده يساعده انه يعني يعني الاساس بتاع ان الطفل ده يعرف ان الدنيا بخير وانه هيبقى بخير كلها واقعه على الام على الام وقلقته. وفي السنه الاولى وبالطريقه اللي بترعاه بيها مم. يبتدي يتعلم الثقه في الاخرين ويعكسها على نفسه ايضا يعني يبتدي يقول لنفسه انا لازم اني حبوب يعني هو مش بس بيثق في الاخرين ده كمان بيثق, بيثق في, في نفسه, نفسه. لانه بيقول روحه انا لازم حبوب اللي يخلي الست الحلوه دي مم. البطله بتاعتي هي طبعا بالنسبه له بطله وابوه بطل كمان اللي يخليها بتحبني قوي كده يبقى انا لازم جذاب وحبوب طبعا اجان مخه مش مستوعب الكلام اللي انا بقوله ده لكن فاهم المعنى بتاعه آه طبعا آه يعني لازم يتعلم العكس عشان يعرف يعني خدي بالك احنا بنتعلم الحاجة لما نتعلم عكسها كمان مم. فمثلا في ناس في حياته آه خال عم حد كل ما يشوفه يمسك في في خده يا وينزل بوس فيه والعيل يضطرب ويتضايق منه قوي فيتعلم انه ما يثقش في هذا الشخص، فلما يقارن بين امه اللي بيثق فيها قوي وبين خاله ولا البني ادم ده اللي بيظهر كل شويه ويعمل فيه كده ويحس انه لا يثق فيه ومش عايز يروح له، مم. فلو امه تقول له خد يا حبيبي خليه يشيلك شويه هيعيط ويبكي مش عايز هذا الشخص لانه متعلم انه ده شخص لا يثق فيه، فالطفل في هذا العمر اختبر انه أمه يثق فيها وأنه هذا الشخص أو الغريب لا يثق فيه فكل الحاجات دي موجودة في المرحلة دي يا أمل طيب يعني النقطة المهمة كمان اللي قلتها وأنا بس هقولها وأسأل سؤال اللي بعد كده إن استقرار الأم وإن هي تكون بتعتني بيه في أوقات معينة وهدوءها وهدوء أعصابها وهدوء البيت ده بي بيفرق مع الطفل اللي هو ممكن ما يكونش كمل سنة تمام فده اوكي تمام طيب ازاي اعرف ان المرحله دي عدت بنجاح بقى يعني مفيش مشاكل طلعنا بيها طيب احنا زي ما قلنا والنظريه بتاعة الراجل ده والحقيقه بتدعمها الواقع بتاعنا بيدعمها انه كل مرحله لو نجحت عدى في الازمه دي يعني اكتسها بنجاح حتنتج نمو نفسي واجتماعي لانك انت شايفه كل حاجه ليها علاقه بالناس اللي حواليه آه يعدي المرحله دي ف هنشوف مثلا في السلوك العام بتاع الولد ده بياكل وبيشرب وبينام هنلاقي مزاجه كويس هنلاقي في نهايه المرحله دي الفطام من الرضاعه بيمر بسلاسه برغم ان الفطام عمره ما بيكون سهل لا على الام ولا على الطفل الام مبسوطه قوي بالترضيع وبيديها هي كمان شعور جامد قوي بال حب والامان وحاجات زي كده ويربطها بالطفل، والطفل متعلق بالاكل البسيط والمص جزء طبيعي من الغريزه بتاعته، فانهاء الرضاعه وتحويلها الى الاكل العادي العادي دائما صعب، لكن هيمر وهيمر بسهوله لان الطفل شاعر بالامان وبالثقه مع الناس اللي حواليه. ففي حاجات بتورينا انه عدها كويس ان هو كويس طيب هل المرحله دي تاثير مستمر مع الانسان ولا بيتنسي يعني دي سنه زي ما حضرتك قلت هل تاثير السنه ده بيفضل معايا طول العمر ولا لا بننساه اسمعي بقى يا امل انتي اللي سالتي <تصفيق> 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 اسمعي التاثير مخيف دي سنه دي اول سنه <applause> التاثير مخيف لانه دي القواعد يعني ترسيه قواعد يا الاضطراب يا الامان يعني بصي احنا احنا بنمسك شخصياتنا يا امل حوالين الشعور بالامان والثقه يعني ما اقدرش اقول لك دي مثلا انت لما بتمشي في العربيه بالعربيه بتاعتك في الشارع خايفه انه حد اللي جنبك يروح داخل فيك وعامل معاكي حادثه كده يعني فجاه فجاه يروح عاملها شمال يعني وداخل يعني في مصر فيك. كان كده اه لا. لا. <applause> لا لا ولا في مصر محدش بيعمل كده اللي بيعمل كده عايز يعدي بس مش مش عايز يقتلك لا مش عايز يقتلك بتمشي في الشارع بتبصي ورا كتفك لا يكون حد في ايده مسدس لا لا. ولا سكينه لا بتخشي محل بتشتري فاكهه من فكهاني وهو حقنها بسم ومستني بس انك تيجي عشان يديها لك اكيد يعني فاهمه ايه اللي بيخلينا مش عايشين بالخوف والرعب في كل حاجه في يعني ده ممكن يكون تاثير السنه الاولى؟ لانه أوه. الشعور بالثقه اتبنى في السنه أوه. الاولى أوه. وبيفضل معاكي مدى العمر بيكبر بقى ويتطور وطبعا الحكمه عندك بتوريكي تعملي ايه، لكن لو ده مش موجود مصيبه لانك بتنسجي اي واحد فينا بينسج باقي شخصيته حوالين الشعور بالثقه والامان. وعشان كده الارهابيين بيعملوا اعمال في منتهى القذاره والبشاعه ان انهم بيلعبوا على الحتت اللي انت طبيعيا عندك ثقه فيها فبيلبس لبس واحده منقبه وهو واحد شايل قنبله او بيجيب عربيه كانه فيها عيل وهو مخبيها وحاطط فيها انابل تنفجر او ماشي بعربيه وانت ماشيه بعربيه لا عليكي ولا يعني بتتفسحي في حته ويروح داخل دايس على صف من الناس يقتله دي دي بشاعة الإرهاب لأنه بيخش على الحتت اللي البشرية فيها تشعر بالأمان والثقة جابتها منين؟ جابتها من بيوت أهليها اللي طلعت بيها <applause> ف يعني الثقة والأمان ما أقدرش أحكي لك بنعول عليهم قد إيه لما يدخل مكانهم بقى الطفل لما ما ياخدش الرعاية دي أو ياخد رعاية غير منتظمة يبتدي يدخل من العمر ده في دماغه جذور الارتياب، ارتياب يعني مانيش عارف اثق في البني ادم ده ولا ما اثقش فيه؟ والشك. شوفي ده بقى لما مخه يكبر يتحول يبقى ايه الحاجات دي. يصير أرضية خصبة جدا لما ما يكونش عنده الشعور ده بالأمان اللي له أمه والثقة. يبقى أرضية خصبة قوي للتوتر والاكتئاب. اللي يعاني منها باقي عمره يبقى دايما عنده اكتئاب طبعا في ناس بتورث الاكتئاب ده موضوع تاني في الجينات, الجينات. لكن بيئيا الطفل الفرحان ممكن يتحول الى طفل عرضه للاكتئاب والتوتر من توتر امه من اكتئاب امه او اكتئاب ابوه طبعا بعد فتره الحيره بتاعته من تردي المعامله بتحير الطفل يعني مثلا الأم المبوزة مبوزة في وشه على ما بتضحكش ما بت مش مبسوطة هي دراعها ملوي هي ما كانتش عايزة أطفال بس ده جه ومعرفتش تعمل إيه وبتاع فبترعاه كأنه غصب عنها أو بغضب أو مكتئبة هي بتمر بحالة اكتئاب في في ستات كتير بعد الولادة بتمر بحالات اكتئاب وده طبيعي مش مش غلط يعني منها لكن محتاجه مساعده بيبقى طبعا بيبقى في وقت وقت قليل مش بالضروره يكون وقت قليل ممكن ياخد ست شهور ممكن ياخد سنه ان ما طلبتش العلاج يعني ان كان تقيل لازم تطلب العلاج لانه له مشاكله آه... يقعد يحاول لما تبقى مبوزه في وشه كده يقعد ينغشها يعملها اصوات يقعد يعمل اصوات بتاعت العيال دي نفسه انها تضحك عايز يطلع منها رد فعل هي ما... ما بيحصلش غير على نظرة فارغة مش مبسوطة زعقة بدل حب وعاطفة وضحك وفرحة فالطفل فب... ده بيرتبك وبيرتبك من حاجة تانية بيرتبك لما تكون معاملة الأم متذبذبة يعني إيه؟ يعني أحيانا هايلة بتحبه ولطيفة معاه وترضعه وتهز تهز وتبوس فيه وتغيره وبت... وأحيانا تانية سيئة جدا مم. تشخط فيه وتزعق مش كفاية بقى انا هو انا مش فاضية ما عنديش غيرك انا عندي دنيا تاني وبتق... و... و... وتبقى مش طايقة لما ياخد لما الطفل الطفلة طبعا زي ما قلت في الاول لما ياخد المعاملة دي ويشوف التذبذب خدي بالك ده الانسان الاساسي في حياته ده اللي بيساعده يبني شخصيته كلها وينسجها حوالين الصفات اللي... اللي بيحصل عليها ويشعر بالحب والاهتمام وبتاع لما يبقى فيه تذبذب ويبقى مش يعني بيبقى الطفل متردد مش عارف يتوقع ايه، هي جايه في انهي مود؟ هتيجي تشخط ولا هتيجي تهتم بيا؟ هتحبني ولا وفرويد عامل لها نظريه مش عايز اتكلم عليها لانها نظريه طويله قوي لكن كاتب نظريه ولما الفراغ ده بيزيد قوي بيحصل تفسخ في شخصيه الطفل مما يقود لامراض خطيره جدا التفسخ بالذات اللي هو الطفل مش عارف يتعامل في نفس الشخص مع صفتين صفه حب شديده قوي وصفه كراهيه لما يتزعق فيه ويتاذي ويت... او يتبهدل او يتعامل بطريقه خشنه في بعض الاوقات الحكايه دي بتعمل عنده تفسخ وبتعمل انفصام مم. اللي هو احد اسوا الامراض النفسيه اللي هو بيخلق للانسان حاله هوس اللي هو مش عارف يتعامل مع الواقع بتاعه في العمر بتاعه ده فبي... بي... يعني بيخلق واقعين وبينفصل عن الواقع الحقيقي ويبتدي تجيله حالات هوس من سماع اصوات وسماع يعني ويشوف حاجات الى اخ يعني انا بتكلم في اسوء الحالات لكنها حقيقية وموجودة وكمية الناس اللي بتعاني من انفصام في أمراض تانية كتير بتيجي من الارتباك ده أسمي منهم البايبولر ديس أوردر اللي هو بيسموه بالعربي اسم صعب الاضطراب الوجداني الثنائي القطب اللي هو الإنسان يبقى عنده اكتئاب عميق وطفرة في السعادة تشبه الجنون والاثنين دول يعدوا عليه في خلال فترة زمنية قصيرة جدا وتتكرر من فترة لأخرى كل الحاجات دي تيجي من ورا اللي احنا بنسميه إساءة المعاملة اضطراب تاني صعب قوي اسمه اضطراب الشخصية الحدودي أو اللي هو البوردر لاين بيرسوناليتي disorder ده صعب قوي قوي كمان لأنه بيسموه الحدودي لانه ما بين الاضطراب النفسي والاضطراب العقلي. لا هو ده ولا هو ده واقع بين الاثنين وده صعب قوي وبيخلق مشاكل رهيبه في العلاقات وفي الجواز يعني كل ده بيبتدي امتى يا امل؟ بيبتدي من انه شخص بيتعرض لتذبذب شديد في المعامله من اهله. ما بين حب اللي هو محتاجه وما بين سوء معاملة وزعيق وشخط ونكد ويكون الأهل في موت سيء جدا في بعض الأحوال بدون أي سبب هو هو الراجل عايز يأكل عايز يشرب عايز يتغير عايز يلعب يعني هو مش على باله، طبعا ده مش معناه بقى ان احنا نطبطب على كل عيالنا ومن عمرنا ما نكون حازمين معاهم بس, الأولى بس يعني السنة, السنة, السنة الأولى هي محتاجة حزم، يعني أنا السنة الأولى المفروض الأولى يبقى كده يعني لسه بنتعرف على العيل والعيل ده بيتعرف علينا، فمهم أوي أوي إنه معاملتنا تكون ثابتة وتكون معبرة عن الحب والاهتمام والرعاية لأن مرة تاني ده بيبني ثقة هذا البني آدم في العالم في العالم وفي, وفي البشرية ده, ده مهم جدا وفي نفسه كمان نفسه طبعا ما هو يا. بيترجم يعني كل حاجة لنفسه قد ايه موضوع يعني خطير أول سنة دي يعني لازم الأهل ياخدوا بالهم كويس قوي من يا. الطفل طيب المرحلة الثانية بقى من عمر واحد من عمر سنة لثلاث سنوات عايزين نعرف إيه العالم بتاعهم إيه هدف المرحلة دي آه وإيه صفات الصفات النفسية والاجتماعية في المرحلة دي يعني. طيب المرحلة الثانية آه في النظريه بتاعت الراجل ده برضه هنشوفها على الشاشه حالا بتقول انه من واحد لثلاث سنين اوكي فاحنا خطينا الواحد احنا دلوقتي من واحد لثلاثه ودي حقيقه لا يعني مش اقل في الاهميه خالص من واحد ايه فعلا يعني مش السنه الاولى وخلاص لا بقى لا اللي احنا عايزينه لا لا <applause> خالص هي هي بس كل واحده كل ما قلنا كل واحده بتبني الثانيه لو أوه. نجح لو نجح في الاولانيه بتاهله لتاني واحده لو لو مرتبك في الاولانيه هيدخل مرتبك هتخلي التانية صعبه والنتائج بتاعتها مش كويسه طيب نبص عليها على الشاشه مره تاني هنلاقي انه السؤال المهم جدا هو السؤال الوجودي بتاعي في المرحله دي هو هل هل انا كويس كفايه أه ولا مفروض يعني اكون احسن من كده اخجل مما انا فيه أه يعني هل انا كشخص كويس كفايه أه النقطه المهمه اهداف المرحله دي هي أه اما انه تتكون الاراده يعني الشخص ينجح أنه يحس بنفسه بإرادة أو أنه يعوضها بما نسميه الوسوسة القهرية اللي هي مجموعة من القوانين وخطوات قهرية لازم أعملها ولو ما عملتهاش هتوتر فلازم أكل الحاجة دي ولازم أكلها بالطريقة دي يعني يبتدي يعوض عدم شعوره بوجود إرادة حقيقية جواه قوية يعتمد عليها يعني يا بيخلق الاراده دي وبيشكلها يا اما بيتكل على مجموعه قوانين تعوضه عن التوتر متخليه ما يتوترش يحس انه هينجح والا يبكي ويقلب الدنيا لانه حاسس انه مش قادر يتحكم اذا السؤال الوجودي مره ثانيه هل انا كويس كفايه ام ينبغي ان اخجل طيب كمان الأزمة النفسية في المرحلة الثانية دي م. إما أني أستقل بذاتي أو أني أخجل وأشك في نفسي هو ده اللي بيكون الإرادة عند البني آدم أنه يقدر يستقل أو لو معرفش يستقل يشعر بالخجل من نفسه يشعر بالخجل من نفسه هتخش على طول بقى الحتة بتاعت أن أنا مش كويس كفاية وانه لازم اعتمد على آآ آآ يعني تفاصيل معينه مش لازم تبقى قوانين يعني لكن لازم اعمل دي وراها دي وراها دي عشان اقدر ابقى حاسس ان انا كويس واخد بالك م. طيب خلينا نتكلم اكتر شويه عن صفات, صفات المرحله الم... دي اللي آه. دي برضه مرحله مهمه زي ما بقول الطفل محتاج للاستقلال عشان ينجز المهام اللي بيعملها زي الوقوف أنا قلت لك الوقوف بيبتدي لسه مش هيقف لكن في أول المرحلة دي هيكون لسه بيحاول يقف. الوقوف المشي إنه يزرر لنفسه الهدوم بتاعته من غير مساعدة. دايماً عايز يعمل حاجة لا لا, لا يا بابا لا يا ماما عايز يعملها لوحده. ليه؟ عايز يستقل. ربنا عامله كده عايز يستقل المصيبة لما الأب والأم يحموه زيادة قوي وما يخلوهوش يعمل أي حاجة هما اللي يعملوا كل حاجة هما اللي يعملوا كل حاجة هما فاكرين ده حب هما مش واخدين بالهم وده, وده أهمية الموضوع عشان كده أنا بتكلم فيه أمل أنه الأهل محتاجين يعرفوا إيه اللي لازم يتعمل في أنهي وقت لأنه تحت تحت يعني لما يكون الإنسان مش عارف ومش قاري ومش دريان تحت ستار الحب بيخطئ اخطاء رهيبه للكفر. بيكتموا ارادتهم فالطفل ده عايز يعمل حاجات بنفسه هم مش عايزين يعمل حاجات بنفسه طبعا لانه هو بيعملها غلط وبيعملها بطريقه مش كامله وبيخرب حاجات وبيبوظ حاجات وهو بيعملها فهم مش عايزينه بس دي لابد منها عشان يتعلم الشعور بالاستقلال لان زي ما قلت لو لو ما جاش الشعور بالاستقلال هيجي مكانه الاحساس بالخجل والشك وقدراته يعني انا مش كويس كفايه اوكي ف طبعا بيتعلم التبول والتبرز في المرحله دي كمان فبيبقى لازم يتعلم يعملها ازاي طبعا هيغلط كتير قوي ويتبول على روحه بعد ما يوقف وبعد ما نقول <applause> الله برافو هاي لو بتاع نبص تاني عملها في البامبرز بتاعته او في السرير او او ما تخلوش ده ده دي مش مشكله خالص ده عادي الواحد ممكن ياخد خطوه لقدام وتلاته لورا وبعدين يعني ده العادي طبعا الاهلي عايزين يدوسوا على زرار يعني يعمل نفسيتهم عناصر. تتعب قوي ان احنا لينا اسبوعين وقفنا ايه اللي خلانا نرجع تاني ف ويعولوا الهم قوي طبعا توازن الحريه مع الحمايه يعني الطفل ده محتاج حمايه بس كمان محتاج حريه فازاي نوزن دي مع دي مين بيعلمنا الحاجات دي, دي؟ مش موجوده في كتب. ما نقدرش نلقاها. لكن لكن لما اكون انا كاهل عارف المبدا ابقى دايما في حاله بحث انه اسيب له حريه قد ايه؟ انا عايزه يستقل. طب ليه يستقل؟ ده بدري قوي، لا مش بدري. واحد لثلاثه دي الحته اللي بيتعلم فيها الاستقلال بتاع باقي عمره. لو ما خدش الاستقلال في المرحله دي مش هيبقى مستقل بقى يا عمر ودي الخطوره ما دي مشكله صح. هيبقى دايما لازق في حد اعتمادي في السن يعني. الصغير اعتمادي على بابا وماما في السن الكبير اعتمادي على مراته او على جوزها او على اصحابهم او يعني الاستقلال مش موجود ما خلاص يعني زي فتره وعدت وما اتعلمتش فيها الحاجه دي بالعكس اتعلمت ان انا مش كفء كفايه اتعلمت ان انا اخجل من نفسي لان انا مش كويس كفايه فمش هستقل خلاص تقف على كده طبعا الحزم بتاع الاهل الحزم مش يعني انهم يكونوا قسات الحزم يعني لما اقول لا يبقى هي لا فالحزم بتاع الاهل وقيادتهم للسلوك الصحيح للطفل مع اظهار كثير من التسامح والحب والتشجيع ما يهمكش لما تقع ايه يعني انت جدع حد يعني خدي بالك كمان ولكل المستمعين ان الطفل دايما عرضه للغضب الشديد ده مش معناه انه هيطلع عصبي غضب الشديد ليه يعني فراستريشن يعني متغاظ ليه متغاظ لانه مخه سابق دراعاته وايديه مخه بيقوله امسك الكوبايه لكن لا لا صوابع ايديه ولا دراعاته هو طبعا بيكون قدر يمسك الكوبايه على المرحله دي لكن مثلا عايز يعمل اي حاجه تاني قدامه لعبه مخه بيقوله دخل دي جوه دي يجي يعملها مش قادر يعملها فيغضب <applause> فلانه مخه سابق ده بيعمل غيظ شديد للطفل فاحنا محتاجين نفهم الحاجات دي وما نعتبرهاش يعني ايه ده الواد عصبي, عصبي جدا برافو عليك انت هتجيبها بس شويه شويه نشجعه تشجيع يعني التبول هيقف ما يهمكش ولا يهمك لقينا بول في البامبرز بتاعه اه نعمل نكته ان آه بتاع مش بقى نديله وش نديله وش او نضربه او الكلام يعني مش ممكن مش ممكن الكلام ده سيء جدا آه كمان الام ارتبطت بالعيل ده بترضعه عايشه بتاخد بالها منه ليه دلوقتي فوق السنه احنا بنقول سنه لثلاث سنين مش سهل على امهات كتير انها ت... ت... تسيب الطفل يستقل هي عايزة يفضل مرتبط بيها لانها بتبقى جواها زي ما تكون خايفه انه مش هيعوزها انه مش محتاج لها تاني انه هيبعد عنها انه الارتباط والدفء والرضاعه والحاجات دي خلاص راحت لا انت ابني انا اللي تعبت فيك ف... فترفض محاولات استقلاله وهي مش داريانه انها بتخرب عمره لانه ده الوقت اللي هو محتاج يتعلم فيه انه يستقل وينجح حتى لو فشل مرات كتير ينجح عشان في المستقبل ما يبقاش عنده خزي من نفسه وشك وارتياب في امكانياته وكل ده بيتكون في الحته دي يا وعشان كده انا بقول لك دي حاجه ده ده وقت خطير جدا كمان لما يركزوا هو عايز يكتشف العالم فهو عمل يعني يكتشف دي ويكتشف ويجي جنب الكهرباء وما تلمسش دي ونخبطه على ايده عشان ما يعملهاش يعني الدنيا مش سهله للاهل لكن لازم يكونوا فاهمين انه ده طفل مليان بالفضول عشان يتعلم عشان ينضج عشان ينمو وان دي اجزاء لابد منها علشان يقدر يعمل كده لما ركز بقى على غلطاته المتكرره انت كسرت دي ودلوقتي حاطط ايدك عليه وانا قلت لك ما تلمسهاش واقعد ازعق فيه يشعر مباشره بالخجل والخزي ويعيط في عيال مش بتعيط بس برضه بتشعر بالخجل والخزي يعني في نوع من العيال كده ناشف لكن ده مش معناه انه مش شاعر جواه بالخجل والخزي لما بنكلمه الكلام ده ويعني نعنفه نعنفه بالعكس كل اللي أنت بتعمله أنك أنت بتثبت جذر عدم الثقة في إمكانياته وقدرته على التحكم الصحي في أحواله بدون ما يعتمد على حد يعني أنت بتعلمه يشك في قدراته وهو أساساً بيحاول يعرف قدراته إيه فيا إما تديله الفرصة يتعلم قدراته طبعاً ليها تمن هيكسر حاجاته وهيخرب حاجاته هيجي على أعصابك أو لا بسيطة بهدله وتحكم تماما في انه ما فيش حاجه تتكسر ولا يجي حاجه لكن معاه هذا الطفل بيفقد اغلى ما يمكن صح. ان البضاعه بتاعته لمستقبل حياته انه يبقى عنده ثقه في نفسه واحساس بانه هو جدع وعنده كفء وكفايه ومش محتاج لحد وفي نفس الوقت يقدر يستقل مع نفسه طيب ازاي قبل ما نطلع فاصل ازاي اعرف ان المرحله دي برضو نجحت هنطلع فاصل بعد كده اوكي ازاي اعرف المرحله دي نجحت طبعا ابتدي اشوف نتائج الاراده المستقله بتاعته وابتدي اشوف بناء الشعور بالثقه يعني ده طفل ماشي كويس مش مش لازم اقعد انفخ فيه انفخ فيه علشان يعمل حاجه بسيطه قوي خدي بالك بقى عندنا الاهل مش بس مش بس الاهل الغضبانين اللي بيسيئوا زي ما اتكلمت من لحظات لكن عندنا العكس عندنا الاهل اللي هم فاكرين نفسهم شاطرين يعني انه اه احنا عارفين الكلام ده وعشان كده بنسيبه يعمل اي حاجه اه الاكستريم تمام اللي هو اه العكس العكس الـ التاني اللي هو يعمل اللي عايزه ما مش هنقول له حاجه اصله ده عيل فلو تساهل الاهل وتركوا الطفل على راحته بقى بدون أي نوع من الضوابط. أو إرشاد أو حدود. الطفل ده عمره ما هيتعلم أو يشعر بالخجل والخزي. خدي بالك، الخجل والخزي حاجة سيئة جدا لما تبقى هي كل ما أعرفه. على طول على طول يعني. كل ما أعرفه آه. ما أعرفش ثقة في نفسي خالص. لكن لما يكون ما أعرفش ريحة اني عملت حاجه سيئه ضايقت حد برضو غلط دي مصيبه لانه ده معناها ان انا هبقى تلقائي جدا وعفوي جدا واندفاعي جدا وطبعا تاثير ده ان محدش هيطيقني جنبه يعني لو رايحين نزور ناس او الناس هتقاطعنا اساسا عشان اخلاق ولادنا او لو خدنا ولادنا دول حته يا ساتر يا رب دول جابوا العيال ونقعد نقول هو, هو انتم ما بيبي سيتنج؟ هو هو كان صعب تلاقوا بيبي سيتنج، لأن احنا مش مستوعبين إن العيل ده جاي بيتنا. بالك؟ ولازم نشيل بقى نص البضاعة اللي موجودة على على السفر وعلى كل الترابيزات وبتاع، فحاجة مخيفة إنه العيل يكون النقيض بقى اللي هو ما يعرفش حاجة اسمها عيب أو خجل أو خزي، يعني أوكي، فشايف التوازن ده صعب. لكن لازم لازم يتلقى. يعني لازم يتوبخ على حاجات لازم يتوبخ أوه. على حاجات يتقال له لا أوه. العيل اللي عمره ما يتقال له لا ده مصيبه المشكلة. لانه ده هيطلع في الدنيا يعني انسان صعب أساساً. جدا ومحدش هيعوز يبقى صح. في علاقه معاه صح. لان عمره سمع لا لو حد قال له لا هيضربه واخد بالك هيشيله من قدامه يعني ايه لا عمره ما حد قال لي لا في الحياه مين انت عشان تقول لي لا واكشلي ربنا بيقول لنا لا كتير على حاجات صح. ربنا ما بيتكسفش انه يقف في وشي ويقول لي لا مش هتاخد الحاجه دي انا مش شايفها كويسه ليك فاحنا لازم نعمل نفس الحاجه مع ولادنا فتلاقي الناس تتفادانا لو لا نشعر بالخجل على العكس بقى لو تشدد الاهل او يقاسوا على الطفل ورفعوا من سقف التوقعات بتاعتهم اللي هي غير واقعيه بالمره ومش متناسبه مع سنه ونضوجه هيشعر الطفل انه مهزوم زي ما قلنا مهزوم مكسور مبرمج يفقد مبرمج. القدره على اي تحكم في دي مساحه صغيره قوي في حياته لكن ما قدرش ياخد اي ما انه ممكن ياخد تحكم فيها لان هم متحكمين في كل حاجه كل حاجه مرسومه له فيسحف عليه بقى شعور قوي بالخزي والخجل والشك في نفسه وقدراته مره تانية زي ما قلنا في في عمر الولاده للسن واحد الحكايه دي بتفتح الباب لامراض عصبيه كتير او نفسيه زي مخاوف يبقى دايما يعني عنده يعني دي نفس مخاوف. المرحله برضو بتؤدي لنفسك اه اه في آه. المستقبل آه. ما هو لانه القاعده ما اتبنتش الجذور ما طلعتش فبتسيب مخاوف توتر وساوس يعني حاجات مش حقيقيه بس انا خايف منها خايف من دي ومش عايز اعمل دي لحسن يحصل دي على طول عندي اللي احنا بالانجليزي نقول بات يس yes, بات اللي هو ايوه لكن. لكن يا حبيبي طب روح جرب انا انا شايف النقطه اللي انت بتقولها لي لكن انا خايف من العقبه الفلانيه يبني روح جرب لا مش عايز يجرب عنده وساوس مقيده للحريه بتقلب كمان بعد كده على كبر ما الكلام ده واحنا لسه صغيرين لكن على كبر بتقلب للتشدد تعصب تزمت كل الصفات دي بتبقى مفتوحه داخل قلب الانسان بسبب انه ما شعرش بالكفاءه في ذاته والانطلاق والاستقلال بقى مضطر يعتمد على قوانين والاعتماد على القوانين او على افكار بعينها ده اللي يخليه يتشدد ويتعصب ويتزمت ويبقى مفتوح للحاجات دي وده اللي بنلاقي جماعات بتقدر تستقطب انواع معينه من الناس الغضبانه سواء ارهابيين او مجموعات دينيه او او حاجات من جميع الاصناف بيقدروا يلموا ناس معينه بيصدوهم ازاي لانه جواهم الانفتاح ده اني انا ان ما اعتمدتش على حاجه متشدده مش هعرف اتحكم في حياتي لانه ما اختبرش الاستقلال التوترات دي وطبعا بالرغم من نتائجها السيئه التشدد والتعصب والتزمت والحاجات دي برغم النتائج السيئه لكن زي ما قلت لك بتدي اصحابها شعور بالتحكم وبالكفاءه يعني انا لما بتمسك بقانون وبقوانين وبحاجات معينه ولا وما نقشهاش لاني في تصوري دي بتديني تحكم وبتديني كفاءه اللي ما عرفتش احصل عليها وانا صغير من سن واحد لثلاثه لانه اهلي ما منحونيش الفرصه دي اساسا ف فتحسس البني ادم انه لو لو اتبعت القوانين المتشدده دي مش هيشعر لا بالخجل ولا بالخزي. طيب هنا طبعا البيئه المدعمه اللي بنتمنى الاهل اللي يعملوها بالتشجيع وبقبول الاخطاء بتلعب دور مهم قوي في انها تمنحه الفرصه يبني ثقه في نفسه. يعني يعني تقريبا انا قلت اللي عايز اقوله في الحته دي الطفل نعرف ازاي بقى انه خربان في الحته دي لما لو الام غابت ثانيه يقعد يعيط يتوتر توتر مش طبيعي مم. توتر مش طبيعي ده معناه انه لسه احنا بنتكلم من سنه لثلاثه خدي بالك من صفر من من من, من واحد او من الولاده الواحد طبيعي انه لو الام اختفت إيه الطفل لكن إيه انما من واحد لثلاثه وخصوصا عند ثلاثه لو الام اختفت والطفل يعني في عويل تعرفي انه ما حصلش على الاستقلال لانه مفروض انه عند سن سنه ونص تقريبا يبتدي يدرك ان امه دي مش جزء منه زي ما هو كان شايف ويبتدي يحس بنفسه أنه هو مختلف وعشان كده بيبتدي يكتشف يستكشف العالم من حواليه لانه ابتدى يحس بالعالم ابتدى يحس بالدنيا و... ف... لكن عايز يبقى قادر يشوفها يعني عايز انه لو احتاجها تبقى لس... تبقى موجودة. موجوده لكن لو عند ثلاثة بس ت... تختفي لحظه بتا... يبقى مضطرب في استقلاله وما حصلش على الاستقلال لانه مازال طبعا انا مش بتكلم على تغيب عنه ساعتين ثلاثه بنتكلم انها هو قاعد خمس في اوضه قاعد في اوضه وهي راحت آه. المطبخ ت... تجيب حاجه مش محتاج ي... يعيط ويبقى في حاله عويل ففي برضو شويه حاجات كده بتورينا انه الازمه دي بتاعه الاستقلال ما نجحناش فيها وزي ما قلت لحضرتك لو ما كانش نجح اساسا في ازمه الثقه اللي قبلها صعب قوي ان احنا نتخيل انه حينجح في ازمه الاستقلال وتعلم الشعور بالكفاءه والثقه في نفسه عدم نجاح كل مرحله هتصعب المرحله اللي بعدها طيب خلينا نطلع فاصل قبل المرحلة الثالثة أوكي أعزائي <applause> المشاهدين هنطلع فاصل نسمع مع بعض التنيمة اللي جاية ونرجع نكمل مراحل نمو الإنسان النفسي والاجتماعي قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمام أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك أجعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم انت لي انت لي انت لي لاني فديتك لا تخاف

رجعنا اعزائي المشاهدين وقبل الفاصل اتكلمنا في المرحله الاولى من سن زيرو او من بعد الولاده لسن سنه واتكلمنا عن سمات المرحله دي واتكلمنا عن ايه اللي يثبت لي او ايه اللي اشوفه او اقول ان المرحله دي نجحت والمرحله الثانيه من سن السنه لثلاث سنين واتكلمنا برضو عن ايه سمات المرحله دي او ايه الاحتياجات النفسيه. طيب هاني قلت لو المرحله الاولى طلع الطفل ما نجحتش المرحله الاولى وطلع ما يعني هي ازمه ثقه عنده بتقول احساسه بالامان والثقه في الاخرين بتتبني في المرحله الاولى يا يثق يا لا يثق طلع لا يثق <applause> يعني طلع بمشاكل المرحله الاولى هل وادركت الام الكلام ده ان ابنها طالع بمشاكل المرحله الاولى هل ينفع ان هي تصلح المرحله الثانيه وازاي؟ اوكي سؤال كويس قوي آه. ما فيش حاجه ما تتصلحش يا امل آه يمكن عمرها ما هتكون زي ما كان يجب انها تكون في, م... في وقتها في وقتها آه. لكن مش حاجه ما تتصلحش هي هي مش هي مش لو ما اتصلحتش في المرحله الاولانيه ينفع نصلحها في المرحله الثانيه ولا احنا ممكن نكون في المرحله الرابعة. احنا كمان اه ممكن المرحله الثانيه والخامسه يعدوا ونصلح ونصلح <applause> ساعتها صح ادراك الاهل مهم جدا جدا الاعتذارات وتغيير وال... و... و... المعامله تعويض بالحب والتعويض الهدنين. عن اللي حصل م. وكلام العيال دي بتفهم العيال من وهي صغيره قوي بتفهم هي بس صح. يمكن ما يعرفوش يتكلموا بس هم فاهمين كويس قوي ف اب موبخ ليل نهار غضبان على طول ما فيش حاجه عاجباه م... م... هو غضبان فالسلوك فس... سلوكيات ولاده على طول هو بيوبخهم بي وايه ده وليه مش كده وبتق... وعلى طول هو في حاله سيئه جدا دي مالهاش علاقه بالعيال دي ليه علاقه بالاب الاب في حاله نفسيه سيئه محتاج يتكلم حقيقة. مع نفسه ونوع من المساعده لا هو معتبر ان ده طبيعي فطول ما هو معتبر ده طبيعي خارب على بيته خارب على مراته خارب على عياله لو ما ادركش و... و... وابتدى يعمل تغييرات واتكلم بالكلام مع عيال وقال لهم ارجوك اغفر لي اللي انا عملته معاك انا اسات اليك كتير قوي وانا هحاول اغير ساعدني ان انا ان انا اقدر اعمل التغيير ده واغفر لي التغيير السلوكيات بقى نفسها التشجيع الكلام هو التشجيع اكتر حاجه ناقصه في حضارتنا مش بس في بيوتنا يعني بيوتنا والحضاره بصفه عامه وعمرك ما تسمعي كلمه كويسه الحاجة الوحيدة اللي بتسمعيها كويسة هي على فيسبوك استهبال يعني اللي هو مدهنه لبعض هبل يعني يعني الله يا حبيبتي ده انت جميلة الله اللبس بتاعك ده ما حصلش الله اللي انت قلته ده هايل لا لا في زوجين كمان نكتة حلوة معلش هقولها أه بس قولي <applause> حد كان حاطط صورة الاثنين في الاثنين زوج وزوجة في البيت أه وهما بيتخانقوا وزوج وزوجة على الفيسبوك وهما بيحبوا بعض هو <applause> ده الفيسبوك يعني <applause> أوكي. فما بتسمعيش اي حاجه حلوه غير مداهنه وهبل وتمثيل انما الحاجه الوحيده اللي بتسمعيها هي لما تعملي حاجه غلط انه حد هيجي لي ايه اللي انتي عملتيه ده ازاي قلتي كده ازاي عملتي كده ازاي لبستي كده ازاي قلتي كده ازاي رحتي الحته ده, ده بس اللي بنسمعه عمرنا ما بنسمع برافو عليك انت عملت حاجه هايله انت تصرفت بحكمه في الموقف ده لا ف... فاحنا بنتشد بس مفيش مجال غير للشد مفيش حاجه كويسه فلو اتغيرت السلوكيات دي ودرينا باللي احنا عملناه وبنعمله وتراجعنا عنها وتكلمنا عنها مع الاولاد اي حاجه تتصلح اجان تتصلح زي زي ما كانت وقت ما كان يجب تتعمل لا اه بس يعني لكن نوعا ما نبتدي طريقه مع الطفل يبتدي الطفل او الشاب المراهق او 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 يبتدي يكتشف انه قدامه اختيارات مش الاختيار الوحيد اللي هو متكلبش فيه هو هو بقى شايف الدنيا بطريقه مظلمه في حته معينه او شايف ان هو غير كفء لما الاهل يجي يقولوا كده وياخدوا مسؤوليه اللي اتعمل يبتدي يكتشف انه في ربما حاجات اختيارات تانية مش انا مش واخدها في حياتي انا مش شايفها ربما زي ما بابا بيشتغل على نفسه وماما بتشتغل ربما انا كمان ممكن اعمل حاجه وي... ويبتدي يفكر في شعوره بال... بالخزي وبالارتياب في نفسه ويبتدي يقول لنفسه يمكن انا اقدر اغير الحاجات دي طيب بس طبعا المجهود هيبقى مضاعف بالنسبه للاهل المجهود مضاعف نقطة للجميع مهمة جدا للجميع طبعاً. آه. اه طيب الحاجه الثانيه اللي انا عايزه اسال عليها برضو من سن زيرو لواحد مم. من بعد الولادة ظن من الأهل الأب والأم أن الولد مش فاهم حاجة وعلاقتهم مع بعض والخناقات ما بينهم وعدم الحب وعدم إحساسهم بالسعادة في الوقت ده هل ده بيأثر على الطفل وفعلا مش فاهم حاجة ولا هو بيحس بعلاقة الأب والأم وإذا كان في مشاكل ولا فيش مشاكل أوكي. آه، طبعا فكرة أن الطفل مش فاهم حاجة ده وهم لانه مش مهم يكون فاهم معاني الكلمات لكن فاهم المحتوى وفاهم الجو النفسي الوجداني في المكان فبعض الاهل يتصوروا انه طول ما هم مش بيزعقوا فيه بس بيزعقوا في بعض امان هو يعني مش دريان ده يمكن يطلع على انه ده العادي طبعا لا اي بني ادم بشر يعرف يعني ايه سلام يعرف يعني ايه العيله دي عندهم سلام او او مضطربين يعني ده هينعكس عليه ده الكلب لو لو اتنين زعقوا <applause> في بعض الراجل والست زعقوا في بعض <applause> الكلب بيهوهو عليهم <applause> بيخاف. أوه. بيخاف ويترعب أوه. ويشعر بالاضطراب كان بالك العيل اوكي مش عارف يتكلم لسه بيرضع ولسه ولسه لكن شاعر يعني ايه اضطراب شاعر يعني ايه المكان ده ما فيهوش سلام ما اقدرش اشعر بالسلام ما اقدرش اشعر بالثقه ايوه ماما بتعاملني كويس لكن لكن بصوا بص, ال... بص الاثنين دول بيعملوا ايه مع بعض لا 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 انا شاعر بعدم امان فيبكي اكتر ويضطرب اكتر وبعدين خدي بالكم خدي بالك انه قعدهم مع بعض بهدوء هو سر الهدوء في حياته فطول ما هم مضطربين هو في حاله اضطراب ولما يبتدي يكبر شويه يبتدي حتى على سن سنه واثنين يبتدي يشعر بالمسؤوليه يعني يبتدي يحس ان امانه من ان الاتنين دول يفضلوا مع بعض فيبقى مرعوب كل ما يشدوا مع بعض بيبقى في حاله رعب لانه أمانه أكله وشربه واحتياجاته المسددة معتمدة على الجو النفسي ده فلما يبقى الجو النفسي ده على طول في اضطراب وزعيق وخناقات طبعا الطفل ده بيطلع في حالة سيئة جدا مهما كنا بنعمله كويس طيب إيه ناخد تليفون معانا دكتور تامر ميشيل اهلا بحضرتك يا دكتور تامر دكتور تامر مقدم ومعد برنامج وايت كوت هنا في الكرمة واهلا بيك يا امل ازيك ازيك اخبارك طبعا مساء خير ليكي وضيفك الحقيقه انا يعني سامع الموضوع الموضوع ومبروك البيبي كثن... مبروك البيبي عشان بالمناسبه <applause> <حيش تصفيق> بس الحقيقه انه يعني الموضوع كبير جدا وعملنا له وفردنا له حلقات كثيرة جدا م. بس أهم حاجة يعني أهم ثلاث نقط بسرعة الناس تعرفهم بالذات في موضوع التربية أنه تقريبا 80% من شخصية الطفل بتتكون من سن ثلاث سنين لثمان سنين اللي أنت بتحطه في ابنك والناس لازم تبقى مدركة للفكرة دي جدا م. انه اللي انت بتحطه في ابنك في السن ده 80% منه بيفضل معاه لحياته كلها. <applause> علمنا اولادنا نصلي في السن ده هيطلعوا يصلوا فدي بوينت مهمه جدا. <applause> النقطة الثانية في التربية اللي دايما بنقولها لكل الناس واللي دايما بننشاها حتى في البرزنتيشنز <applause> بتاعتنا انه بنقعد نقول المفروض الطفل يبقى كذا وكذا وفي السن ده المايل <applause> بتاعته تبقى من الفترة دي للفترة دي. انما اهم نقطة في الموضوع ده لو انت فعلا عايز تربي صح باي <applause> اكزامبل. آه إذا أنت عايز تربي ولادك صح، إبتدي بنفسك. آه وهي دي النقطة الحقيقية اللي كتير جدا بننساها وبنقعد نطلع على كل الريسيرشز الجديدة والحاجات بس بننسى نشتغل على نفسنا كويس. آه ونريد باي إكزامبل لأن ده مهم جدا. هي النقطة الثالثة ودي أهم نقطة عشان يعني ما أطولش عليكم. آه أهم حاجة في الموضوع ده كله في قصة التربية أو حتى سلوكنا العام في الحياه في نوع حاجه مهمه جدا اسمها سايكولوجيكال ستابيليتي بوينت اللي هي نقطه الاتزان النفسي او الثبات الانفعالي اللي بنتكلم عليها بشكل كبير جدا سواء للكبار او للاطفال. الاطفال في وقت معين زي ما احنا بنقول مونكي سي مونكي دو كل الرياكشنز بتاعت الاب والام آه الاطفال بتتتبعها كويس جدا واحنا عندنا عشان العاطفه تغلبنا شويه دايما بيبقى عندنا حاجه اسمها دراماتيك ريسبونس انه اي حاجه بنرياكت ليها بشكل كبير جدا سواء بالفرح الكتير جدا او بالزعل الكتير جدا عشان عندنا دايما السكيل من Plus 10 لماينس 10 فسكيل كبير جدا عشان كده مشاعرنا بتستهلك بشكل كبير جدا <applause> لازم السكيل ده يضيق بيبقى مثلا من Plus 2 لماينس 2 بكتير انه سواء في الناحيه الايجابيه او السلبيه تبقى مشاعرنا متزنه يبقى في ثبات انفعالي كبير جدا عند كل اب وكل ام لو الابن الصغير وقع على الارض بنشوف هستيريا <applause> من الام والاب يطلع يجري ويتشقلب في الهواء حاجات بتحصل كده كتير جدا فالثبات الانفعالي ده مهم جدا وبينقل للطفل انه اولا انفعالاتي تبقى متزنه وتبقى في حدود المعقول وبينقل له فكره الثقه في النفس وبينقل له نقطه ثالثه مهمه جدا اللي هي فكره انه التربيه لازم تبقى مزيج من الخبره والتجربه اذا الابن حاول يمشي وقع ما ينفعش زي ما انا قلت يبقى عندي دراماتيك ريسبونس كبير لازم افهمه اتس اوكي ان احنا ده جزء من ان, ان انت هتتعلم تمشي ان انت هتقع بس مش لازم يعني الريسبونس بتاعنا يبقى محكوم بشكل كبير جدا. فالحقيقه موضوع تربيه الاطفال ده موضوع طويل جدا كليل. بس يعني اهم نقطتين انا بشوفهم م. دايما فكره ليد باي اكزامبل والاستابل يعني السايكولوجيكال استابيليتي بوينت بيندرج تحتها بقى ممكن نقعد نتكلم 100 حلقه. ده فدول يعني انا شايف ان هم اهم نقطتين يوصلوا كل اب وكل ام ان انت هتشتغل على نفسك الاول والاتزان او الثبات الانفعالي ده مهم جدا. م. شكرا لك يا دكتور تامر وشكرا للمداخله المهمه جدا دي ونتقابل قريب باذن الرب. آه دكتور تامر بيتكلم في الموضوعات دي بس بالتفصيل قوي قوي مع دكاتره امريكان هو برنامج بالانجليزي آه فده يعني برضو مجاله شويه بالناس اللي بيجيبهم بس يعني إحنا النهاردة إحنا بنقول حاجات سريعة كده عن سمات المراحل المختلفة. طيب ندخل في المرحلة الثالثة وأكيد يعني هتلاقي في أسئلة عندي بعد كده بتطلع برضو. المرحلة الثالثة من سن ثلاثة لخمس سنوات. عايز أعرف إيه سماتها وأزمتها النفسية والاجتماعية. أوكي. المرحلة دي آه كمان مهمة خالص. آه. آه زي ما آه. إنتي قلتي والحقيقة القصد مش تربيه الاولاد قد ما القصد ان احنا نشوف ايه التطور النفسي اللي بيحصل عند البني ادم بصفه عامه لانه زي ما هتشوفي انا مش عارف اكيد مش هنلحق نعملها في الحلقه دي يا امل انا كنت فاهم هنخلص الموضوع لا باقي مش وقت كتير بس اوكي فباقي السبعه احنا في الثالثه اه باقي السبعه زي ما هتشوفي هنروح للشيخوخه ولايه اللي بيمر بيه الشخص في العمر ده ايضا طيب ف المرحلة الثالثة كمان مهمة جدا جدا. زي ما احنا شايفين على الشاشة. العمر من الشمال، العمر هو من تلات لخمس سنين، يعني مرحلة قبل دخول المدرسة على طول، سن اللعب بقى، اللعب لعب يعني فظيع. أهداف المرحلة دي تطوير الإحساس بالمعنى. خدي بالك اللي فات كان استقلال والكفاءة. هنا احساس بالمعنى والقيمه في اي حاجه انا بعملها خليني اقول المرحله الاولى هي بناء ثقه اه المرحله الثانيه الاستقلال وال وان هو عايز يكون له اراده تمام المرحله الثالثه هو الاحساس بالمعنى والقيمه بالظبط معنى وقيمه وفي الانشطه اللي بعملها واخدي بالك الانشطه انا بلعب وبعمل حاجات احيانا مخربه جدا فاهمه فصعب انك تستنبطي من الدمار والفوضى اللي بطلع بيها معاني، لكن انا ممكن كطفل اطلع بمعاني وشعور بالقيمه من الانشطه اللي بعملها وده يشجعني اعمل مبادرات يعني يعني ال ان كان البني ادم بيتحرك ويبادئ ويعمل مبادرات او بيتراجع وملوش دعوه وغيره اللي يعمل بيتعلمها في الحته دي وبينجزها في الأزمة دي اللي بيعدي بيها في المرحلة دي، فيا إما أقوم بمبادرات وآخد مسؤولية عن أفعالي وأهدافي وأشعر بقيمة أو أتراجع وأشعر بالذنب. بالذنب، خدي بالك المرحلة اللي فاتت كان فيها خزي. لأن أنا ما عنديش كفاءة كويس، في فرق كبير بين الخزي والشعور بالذنب. الخزي في المرحلة اللي فاتت لا علاقة بإن في حاجة غلط فيا. في شخصيته في انا مش برايا انا فيها حاجه غلط عشان كده انا مش كفء وعشان كده انا لازم اعتمد على قوانين واعتمد على حاجات تخليني تقلل من التوتر بتاعي واعرف اتحكم بيها في حياتي ده اللي بيطلع بيه الطفل للمرحله دي وبيكمل معاه في الحياه هنا بقى انا يا اشعر بمعنى وقيمه للانشطه بتاعتي دي ويبقى عندي روح مبادره واتحرك وبتاع يا اما اتراجع وأشعر بالذنب الذنب يعني ايه يعني انا بعمل حاجات غلط الخزي انا غلط انا شخصيا غلط إذا الذنب أنا بعمل حاجة حاجات غلط. غلط أو بعمل حاجات غلط مين العلاقة المميزة مع مين مين اللي بيأثر جامد قوي قوي معاه في المرحلة دي هو العيلة الأب العيلة الأب والأم والأخوات وحاجات زي كده اللي بيجوا يزوروا المحبوبين للمحبوبين بقى جوه العيله اللي اليوم اثر كبير. السؤال الوجودي اللي في الازمه دي بيبحثوا الطفل من غير ما يعرف برضه، احنا اللي بنعرف أنه هو بيعيش في الازمه دي انه هل كويس ليا ان انا اعمل اللي بعمله واتحرك واتصرف؟ ولا اسكت وخلي حد غيري يعمل حاجه احسن؟ ده السؤال اللي بيحسمه في المرحله دي. فطبعا لو تفهم الاهل ودعموا وشجعوا زي برضو التشجيع هتسمعيه سمعتيه في المرحله الاولى والثانيه ودينا في الثالثه هيفضل على طول ما ده واضح ان حاجه اساسيه اه. لو دعموا وشجعوا احتياج ورغبه الطفل في انه بيكتشف وعنده فضول فظيع عشان عايز يتعلم يعمل حاجه كويس ازاي عايز يبقى كويس في المهارات عايز يعرف يستعمل ايديه ورجليه والحاجات البسيطه المتاحه ليه والهمه والنشاط عندهم، انت عارفه العيل ده بيموتك من النشاط، يعني الناس تقول انه متعبي او او محطوط له بطاريات. طاقه رهيبه ايه. ها؟ مين مين اللي معبيه ده حد يطفي الزنبالك من كتر ما بيتهدش، ما بيرتاحش. طاقه وبعدين يتهد، يعني لما يتعب يروح واقع. فطاقه ونشاط وهمه زياده عن الحد للكبار وتلاقي كتير من الكبار اللي عندهم عيال على كبر مش طايقين. او الجدود او يعني جدي وجدتي لما تروح تزورهم يبقوا حي يعني اوكي حابين يشوفوا العيال وبتاع بس ما يستحملهمش كتير. فالنشاط وطبعا بيقوموا باعمال بسيطه جدا في منتهى التفاهه واحيانا في منتهى العبط واحيانا في منتهى الفوضى. يعني عيل في العمر ده من ثلاث لخمس سنين هيكون بينتج ايه له معنى ولا قيمه. بيقوم بعمل بسيطه الاهل لما يدعموه يتفهموا الانبهار اللي ما بيخلصش بتاعه ده. يعني واخد بالك انا بقول دي حاجه صعبه يعني كلنا كنا اهالي كان عندنا عيال في العمر ده وفي ناس دلوقتي عندهم عيال في العمر ده يعني بيتعبوا لازم بني ادم يتعب هو ايه يعني؟ فافهم ان المبادرات بتاعته والطاقه الشديده والاعمال التافهه دي لو اكتسب الموافقه بتاعتي ككبير والتعضيد بتاعي ليه هينمي شعور بالمعنى للي بيعمله ده يعني يبدو ان انا ممكن اعمل حاجات ليها قيمه او ليها معنى فيبتدي المفهوم ده الاجتماعي النفسي لان انا بعمل حاجه ليها معنى يبتدي يدخل الى التركيبه النفسيه بتاعتي ان انا ممكن اعمل حاجه ليها معنى لان هم الكبار مدعميني الابطال في حياتي شايفين اللي انا بعمله ده فممكن يبصوا على حاجه في منتهى الغباء انا بعملها يقولوا لي الله جميله قوي هم مش بيكذبوا هم بيشجعوني هم عايزين عارفين ان دي حاجه صغيره مقارنه لو اتشجعت هتكبر فبيبصوا بعين كبيره مش بيبصوا بالموجود دلوقتي ويبتدي يتعلم يضع اهداف لنفسه وهتلاقي انه في ناس كتير من اللي هم في مراكز المناصب العاليه وبتاع اللي يعرفوا يحطوا اهداف وبتاع ده الاساس بتاعهم الاساس بتاعهم انه في العلاج بتاعتهم الطفل ده بالذات اهله شجعوه برافو عليكم بتاع فابتدى يحس بمعنى ولما يحس بمعنى يبتدي في مرحله لاحقه يضع اهداف علشان يصل لشيء معين فيتطور الشعور بالمسؤولية والطفل يزود مستوى المبادرات بتاعته كأن اللي بيعمله له يعني شيء مهم وهو وإحنا بنتكلم ثلاثة الخمسة يا أمل يعني هبل فهبل طيب إزاي أعرف برضو أن المرحلة دي نجحت وأن يعني يعني خلاص ولا تاثير المرحله دي بيبان بعدين مؤخرا يعني هل انا اعرف اذا كانت نجحت ولا لا على طول بعد ما يعدي المرحله دي او اثناء المرحله ولا ممكن لما يبقى شاب عنده 20 سنه بيبان الحقيقه بيبان يعني كل حاجه بتبان كل مرحلة من المراحل اللي انا قلتها بيبان وفي موازين توري بوضوح الاهل حتى يعني من غير عمق في الدراسه ولا حاجه بيبان ف لو لم يدعم ويتشجع يبقى هيوبخ لانه عامل فوضى يعني يشوف قلب الاوضه اللي لسه تونا موضبينها ومنظفينها قلبها زريبه فطبعا حاجه صعبه بيحاول يغيظهم زياده بيحاول يقول انا موجود مثلا لا مش بالضروره طبعا ممكن ممكن يكون بيحاول يعمل كده لو نقصه شعور بالاهتمام وكده ماشي لكن هو من غير كده من غير ما يكون بيحاول يحصل على اهتمام ويضايقهم عشان ياخد منهم رد فعل يعني دي ال... دي الطريقه للعي اللي بيتعلم بيها الابداع وبيطلع اللي جواه وبيتعلم اللي بيعمله ممكن يبقى له قيمه فهو هيخرب هيخرب هي... هيعمل فوضى هيعمل فوضى هيقلب الاوضه لانه ما عندوش الفكر بتاعك ولا وهو لازم يتعلم اصلا هو حتى لو عنده الفكر بتاعك لو عنده الفكر بتاعك هيروح في اوضه معينه يقفل على نفسه الباب ويعمل فوضى فيها لكن هو على مش على باله اساسا الكلام ده وعايز يقعد مع ماما وبابا وعايز ماما وبابا يشوفوا اللي بيعمله فيقولوا يمدحوه يقولوا برافو عليك فجاي قاعد في حضنهم في الحته اللي هم توهم مرتبينها فطبعا الاهل بيعيشوا فتره طويله كانهم في في زريبه هيعملوا <applause> ايه اللعب كلها جايه والمخدات ولو بنات بقى يبقى جايبين الجزم والهدوم بتاعت ماماتهم وال يعني قلبان قلبان ملهاش حال هو يتوضب في اخر كل يوم ويع... يعني وده جزء من التر من التربية والتنمية إن هو يشيل إنه الحاجة أوكي جت الساعة كذا أوكي هنوقف نشيل كل حاجة نرجعها مكانها ده جزء من البتاع ف... فكل حاجة لازم تتوضى مش الأب والأم اللي يعملوها م. فالنشاط ده اللي بيعتبر سخيف لو وبخوه عليه مش هيشعر بالمسؤولية الشخصية وهيصبح زي ما قلنا عرضه للقلق والشعور بالذنب لانه ما بيعملش غير فوضى يعني هو بيتوبخ ليل نهار على ليه جبت دي وجبت دي منين وروح رجع دي وقلت لك ما فالتوبيخ المستمر ده بيحسسه اولا انه انسان ما يقدرش يتحمل مسؤوليه هو اساسا ما بيتحملش مسؤوليه لانه محدش اداله الفرصه انه يبقى جدع ويتحمل يعني يعني اتحمل مسؤوليه انه في حد شجعني وقال لي برافو عليك فاروح انا اقول اه ده انا عملتها مره اعملها تاني فابتدي اتعلم يعني ايه اتحمل مسؤوليه فتحمل المسؤوليه مش وارد اساسا في المعامله دي بالعكس الطفل هيرمي الحاجه لانه لما بيتوبخ بيحاول شويه شويه يدور على اي شماعه يعني وهو صغير بياخدها على نفسه وبتقهره وبتحسسه انه هو أي حد مش بلطة. كويس اللي قدام شويه هيبتدي يدور على حد يلبسه مش انا دي اختي اللي جابت ده هو ده مش عارف مين آه لو عاقبنا الطفل بسبب قيامه بمبادرات اللي بتعمل لنا الفوضى دي قلنا ان ده هينتج شعور بالذنب الشعور بالذنب ممكن يزيد ويسبب الحياء او الخجل المزمن انت عارفه في ناس بس حد يخش عليهم وشها يحمر ايه يا بنتي لا حد كسفك ولا حد ضايقك ولا حد ولا حد حتى بص عليك او لو حد دخله بس بص عليها أو قال أو قال له صباح الخير يا حمار وشه كأنه جزرة إيه يا عم هو في إيه؟ ليه الحياء ده؟ الحياء ده جاي من شخص المبادرات بتاعته لم تلقى أي ترحيب بالعكس اتكتمت واتكتمت واتكتمت وشعر بإنه بالذنب مما آآ خلى الحياء يتسرب إلى قلبه إلى هذه الدرجة طبعاً الطفل اللي منفتح للحياء او شخصيته يعني ما هوش شخص مقدم بيتعلم عدم الاقدام اكتر زي ما قلنا ما فيش مبادره المبادره ما تشجعتش فبيبقى متراجع طبعا الخجل ده بيحس بيه اول ما بيدخل عليه اخرين او غرباء على العكس بقى انت بتقولي نعرف ازاي ان أنا. على العكس لو اكثرنا من ترك الطفل يشعر بالمعنى خدي بالك انا انا بقول لك الحاجه وبقول لك عكسها لو على العكس بقى سبت بقى يدمر اللي هو عايز. وفوضى واقول له روحي معلش فوضى خلاقه معلش ما, ما هو بيتعلم معلش ما, ما احنا سمعنا في البرنامج ده انه بتاع فعلى العكس بقى لو الدنيا اتفتحت على الاخر بدون اي يعني يدمر وفوضى وبتاع ده هيقود الطفل ده لعدم الاكتراث بمشاعر الاخرين اه يعني الاثنين لا ده على طول ولا ده على طول الاثنين ده وحش قوي او أوه. الطرف ده وحش قوي والتطرف على الناحيه الثانيه وحشاوي قوي انه حبه تشجيع وحبه لا انه حبه تشجيع وحبه دايما احط توبيح. له حدوده دايما اقول له ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش م -م. ف يعني واخده بالك فيبتدي يدوس بقى على الناس الثانيه وهو بيعمل مبادراته الصخبه دي ما يهموش مين قاعد مين الدوش ما يهموش هو دلوقتي بقى الراجل بتاع مشاريعه الشخصيه ومبادراته وبس طيب هو احنا المراحل الاربعه اللي جايه هيكون في حلقه تانية وهنكون بنتفق عليها ونعلن للناس علشان ده موضوع مهم بس انا نفسي اسال سؤال قبل ما نختم يعني هو ده هيبقى في نص دقيقه حضرتك هتجاوب أوكي. الدكتور ميشيل وهو بيتكلم بيتكلم عن انا اكون نموذج وهو بيتكلم عن التربيه يعني هو ركز على التربيه م. في اي مرحله من المراحل الثلاثه اللي احنا اتكلمنا فيهم فعلا الاطفال بيركزوا مع الاب والام وتصرفاتهم وبيكونوا فعلا يعني شايفين اذا كان عكس ما بيقولوا له ولا زي ما بيقولوا له مظبوط 100% طبعا في كل المراحل في الثلاث مراحل الاولى ولا ولا لو بس الطفل الطفل زي ال السفنج عمال يحفظ حاجات بتتكرر قدامه ويشوفها بتتكرر تتقال اه ويشوفها بتتقال انت بتلاقي بتلاقي الولد بيمشي زي ابوه مم. يعني لو ابوه بيعكز حته كده على اليمين الواد بيعكس حته لو ابوه مفروض مفروض لو ابوه محني محني يعني الحركه الحفظ والمشاهده والتركيز على بيتصرف ازاي وبيعمل كل حاجه ازاي دي رهيبه يعني ده دي بتبتدي من بدري قوي مش طبعا. علشان هم الاب والام فاكرين لا هم مش فاهمين بس يعني مهم ان احنا دول أذكى مخاليق يعني. ومن جيل لجيل العمليه بتزداد فلا هم بيلقطوا كل حاجه بالتاكيد وزي ما قلت هم بيعرفوش يتكلموا ويوضحوا لكن حاسين وعلى فكره ممكن بعد 30 سنه نبقى قاعدين مع الشخص ونلاقي تاثيرات اللي حصل عليه ما زالت موجوده مع انه لا فاكر الوقت ولا فاكر مين اللي عمل ولا فاكر اي حاجه من الموقف لكن الاحساس اللي حس بيه ساعتها يقدر يوصفه لك النهارده بعد 20 30 سنه. واو. طيب هاني انا بشكرك جدا وقتنا خلص ونتقابل في الحلقه نكمل الاربع مراحل التانيين. شكرا ليك وربنا يباركك. اعزائي المشاهدين زي ما قلت في اول الحلقه مهم ان احنا نكون بنفهم ولادنا بنفهم آه والدينا بنفهم كمان نفسنا وعشان كده نكون فاهمين إيه المراحل المختلفة اللي احنا بنعدي فيها بشكركم أعزائي المشاهدين لمشاركتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة برنامجكم من الحياة